أي الكتب أكثر فائدة، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، ولا أصول الفقه لأبي زهرة، ولا أصول الفقه لأحمد إبراهيم؟ الأوفق من هذا جميعا إذا كنت مبتدئا أن تقرأ كتاب الأصول في علم الأصول للشيخ ابن عثيمين، ثم تثني بعد ذلك بشرح الورقات لابن عثيمين، ثم تثلث بعد ذلك بالكتاب المشهور وهو مش الواضح الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان. هذا الكتاب كتاب جيد، وله مزية أنه أحيانا في آخر بعض المباحث يقارن بين القوانين الوضعية وبين الضوابط الشرعية في هذه المسألة.